حفوز للنادي الاهلي على فريق الداخليه هنا من استاد القاهره. بسعاده يكون معنا كابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مباريات متتاليه زي ما بنقول يا كابتن سيد. النادي الاهلي بياخد خطوات ثابته للامام ان شاء الله في الحفاظ على بطوله لقب الدوري. مباراه الاسماعيلي ثم مباراه اليوم. تقييمك بشكل عام للمباراه النهارده، شايف ايه الاداء؟ كمان الكابتن حسام وانت اتكلمت مع الفريق ازاي يا كابتن؟ الحمد لله طبعا على الفوز، الحمد لله على النتيجه. يعني قبل كل شيء ننعي شهدائنا النهارده، وربنا يتغمدهم في رحمته ونحتسبهم جميعا من الشهداء، ومع بعض ان شاء الله الرحمن وايد واحده لحد ما نقلع جذور الارهاب ده من اصوله او من جذور، يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى. فيما يخص اللقاء، يمكن كل ما كانت المباريات متلاحقه ومتتاليه بشكل كبير جدا جدا، فبالتالي بيهمك جدا ان انت تحقق اكبر استفاده منها، لان هي بتبقى عامله ضغط على الانديه كلها. فبالتالي كمان احنا كمان عندنا، عشان مباراتنا قريبه قوي، عشان المؤجلات بتاعتنا اللي كانت خاصه بالبطوله الافريقيه، عشان مشوارنا في البطوله الافريقيه، فبالتالي كل فرقه هتقدر ان هي تقدر تجمع مجموعه من النقاط في المباريات المتلاحقه والمتتاليه ديت. اعتقد ان هي هيبقى ليها النسب الاكبر، وده تركيزنا في الوقت الحالي. كمان عندنا ثقه في كل المجموعه مهما كانت المؤثرات او الغيابات او الرؤيه اللي بيشوفها كابتن حسام البدري من راحه بعض اللعيبه، فالحمد لله عندنا ثقه في الجميع، وده اللي بيتحقق في الملعب الحمد لله. يمكن طبعا اشدنا طبعا بكل اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل كبير وبتشارك بتظهر بشكل رائع النهارده. كمان شفنا باكاماني بيدافع بيه واحده واحده، والحاجه المميزه كابتن احنا بنتكلم فيه ان الجهاز الفني بيضع اللاعب في الموقف المناسب ان هو يساعد نفسه ويساعد الفريق في نفس الوقت. المباراه القادمه مباراه المصري، عندنا اصابات علي معلول هيرجع، الامور بالنسبه له عامله ازاي؟ عارفين رامي ربيع لسه عنده شويه، هشام محمد، عايزين نحطنا في اجواء الاصابات يا كابتن سيد. علي لسه، يعني اتمنى يا رب كمان ان هو يكون متواجد في الفتره اللي جايه، لكن اعتقد ان هو المباراه اللي جايه تحديدا هيبقى صعب جدا، لكن موجود صبري، موجود حسين، فما فيش مشكله ان شاء الله الرحمن. فيما يخص رامي برضه اعتقد ان الامر هيبقى بالنسبه له صعب شويه، لكن نجيب خلاص، نجيب واحمد حمدي خلاص يعني، وكريم كمان كان موجود معنا النهارده في المعسكر، فاللي باقي عدد قليل يعني ان شاء الله الرحمن. مروان كمان داخل في الموضوع، صالح موجود على حسب الاختيارات الفنيه للكابتن حسام البدري، لكن زي ما قلت لك خلينا ناخدها واحده واحده. عندنا مباراه اللي جايه مع فريق المصري، فرقه ماشيه بشكل كويس، عندها دوافع كويسه، عندها جهاز فني بالتاكيد كويس، لكن احنا دوافعنا اكبر، ويا رب يكون التوفيق حلفنا ان شاء الله الرحمن. هل يسبق المعسكر هيبقى يوم او يومين او اكتر بالنسبه لمباراه المصري ولا المعتاده؟ لسه ما اتكلمناش مع كابتن حسام البدري، وان كان الاتجاه رايح ان احنا نغادر يوم الاثنين الصبح ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا طبعا لكابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، واكيد بنبارك من جديد للنادي الاهلي. مباراه مهمه زي ما بنقول، النادي الاهلي عنده المباراه القادمه الاهلي والمصري في برج العرب، مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي. اكيد بنتمنى كل التوفيق كالعاده لفريق النادي الاهلي ليخطو خطوات ثابته الى الامام للحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. اكيد هنكون مستمرين معاكم هنا من استاد القاهره ولقاءات خاصه مع الجهاز الفني للنادي الاهلي. شكرا.